يعني. طيب دكتور، الآن يعني أخشى أني راح يداهمنا الوقت، فأنا أريد أعرف من عندك ما هي التحضيرات لقبل إجراء عملية المضار، وما هي خلينا نقول الإرشادات بعد إجراء عملية الناظور أو العلاجات بشكل عام، لأنه هو نعم، الناظور هو هو راح نفس يعني الفكرة. حقيقة أهم تحضير للعملية هو اختيار المريض الصحيح والعملية الانديكيشن المؤشر الصحيح لإجراء العملية. الآن كثير مرضى اللي عندهم خاصة احتكاك في المفصل بيجي بده يعمل عملية إزالة الغضروف اللي هو كان فيه تمزق مرافق وبده يطيب، بنحكي له إنه هاي العملية ليست للاحتكاك، وهي مشكلة حقيقة بنواجهها مع مرضانا، إنه إذا بيكون في احتكاك وتمزق إحنا نعمل التنظير لمعالجة التمزق وليس لمعالجة الاحتكاك. فبالتالي بعد العملية بيروح ألم التمزق لكن قد يستمر ألم الاحتكاك. إذا ما كان المريض مهيأ نفسيا إنه العملية شو الهدف منها فقط للغضروف، وقتها بيحكي إنه عملية فشلت، قد تكون عملية ناجحة جدا. واضح الطرح؟ فإذا إن نختار المريض والهدف من العملية بشكل صحيح. المسائل الأخرى مسائل فنية، يعني إن نفهم المريض كيف برنامج التأهيل ما بعد العملية، لأنه في مرضى ما بنقبل نعالجهم إذا ما عنده القدرة إنه يلتزم في برنامج التأهيل، فلازم يكون المريض مطلع على شو برنامج التأهيل بعد العملية قبل إجراءها عشان ما يتفاجأ بعد العملية. مثلا خياطة الغضروف، إذا كان مريض عنده شغل ما بيقدر يلتزم في برنامج التأهيل، ما بيقدر يمسك العكازات، بنأجل العملية شوي إلى أن يصير يرتب أموره ووقته إنه يكون جاهز للعملية، لأنه أسوأ شيء إنه نعمل عملية وبعدين ما يلتزم وتخرب العملية. فالتهيئة النفسية. الآن الأمور الفنية زي مثلا إنه في تعليمات للمريض إنه ما يدهن رجله بكريم قبل العملية لأنه هذا بيأثر على التعقيم، ما هو يعمل خاصة الرجال ما يحلق المنطقة، يعني هي خليها علينا لأنه في دراسات وجدوا إنه إذا المريض بيحلق مكان العملية قبل يوم أو يومين هذا ممكن يزود نسبة لا سمح الله الإصابة، الالتهابات التهابات. حلق الشعر. فبالتالي بننصح إنه ما يعمل هيك، إحنا فقط بنزيل الشعر حاجتنا شو أثناء علاقة الالتهابات بإزالة الشعر أحيانا يعني؟ لما يحلق بيعمل جرح بسميه مايكرو مثلا؟ أبريجن، أها شخوط، هاي ممكن تقعد فيها البكتيريا ولما نيجي نعقم ما توصل بشكل صحيح. هاي دراسات معلومة موجودة، جميلة. ولهذا بننصح إنه ما يدهن كريم وما يعمل يحلق إحراق الشعر. حلاقة. الآن المسائل الأخرى اللي هو إنه كيف يجي صباح يوم العملية يكون صايم ومتهيئ، وطبعا في فحوصات دم خاصة نعم بنعمل. نعم، جميل. ما بعد العملية الآن؟ ما بعد العملية كل حالة لها خصوصيتها وكل حالة يعني لها التأهيل، برنامج العلاج تأهيل الطبيعي خاص أكيد لها فيها، يكون وهذا السبب برنامج. في نجاح العملية. دائما نأكد إنه الالتزام في برنامج التأهيل وإكمال برنامج التأهيل خاصة بعد معالجة الإصابات الرياضية لها أثر كبير في نجاح العملية، ليس فقط الموضوع. في حالات دكتور ممكن يعني أخذ عينات من الركبة من خلال المنظار؟ نعم، لا شك يعني لا السؤال شك سريع. احنا حقيقه في تطور هو في جراحه المنظار هلا في حالات التهاب الغشاء المزمنه او المتكرره اللي ما مش عارفين شو سببها، بمعنى اخر يعني ما في اصابه مفصليه تؤدي الى ارتشاح مفصلي. بهيك حالات طبعا ممكن نجري عمليه المنظار، ناخذ عينات واحيانا ازاله غشاء المفصل بالمنظار. وفي احنا عندنا حالات كمان اخرى اللي هو من تطور جراحه المنظار معالجه التيبس المفصلي اللي هو المريض بيعاني منها كثير وبيعمل 20 30 جلسه علاج طبيعي وما بيتحسنوا، احنا بنعمل في عمليه 40 دقيقه بالمنظار بنحرر المفصل وبنحصل الدرجه الثانيه كامل اثناء العمليه. ما شاء الله، فهذا كله تطور حقيقه في جراحه المنظار. احنا نهنيك ونحييك على ان كل شاء هاي الله. التطورات الله والانجازات في يسلمك. مجال الطب اللي انت يعني ما شاء الله عليك يعني الله سبق فيها يسلمك. وفي ايصالها كمعلومه للناس شكرا. من خلالنا ومن خلال كل وسائل شكرا. الاعلام. أشكرك جدا دكتور أسعد وسعيدين بك، وهاي الاستضافة يمكن شكرا أكثر جزيلا. من راح نعم، نمون عليك ونطلب لك حاضرين مواضيع بهالمجال، إن شاء الله. فإن شاء الله نكون متواصلين في حلقات لاحقة إن شاء الله. مستقبلية. شكرا، شكرا جزيلا. حياك الله وحيا الله كل مشاهدينا ومتصلينا ومتابعينا، حتى ألتقيكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل. تحياتي لكم نبراس المعروف أينما كنتم، في أمان الله.